أنت تقوم بواجبك بغض النظر عن الشخص المقابل قام بواجبه أم لم يقم. أنت عليك واجب. يجيني يقول لي أنا أبي سيء الخلق معي، أبوي مو زين وياي، أقول له لا تناقش أبوك زين لو مو زين، ناقش نفسك أنت زين لو مو زين. أبوك يتحاسب، أبوك إلى حساب، يتحاسب على معاملته إليك إن كان أخطأ أو أصاب. هذا مو عذر إليك إنه أنت لا تؤدي الواجب الذي وكل إليك. شنو الواجب؟ الله يقول واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما. هذا واجبك. أبوك أخلاقه جيدة، أبوك أخلاقه سيئة، الله ما يناقش هاي القضية، هذا إلى حسابه، يحاسب على كل حال. بس أنت تحاسب، لا تخلي عدم فعلي ما يتوجب عليهم فعله عذر إليك أنه أنت تخالف. يعني على قولة هذا يا با أنت ليش بقيت؟ قال هم باقوا. يعني أنا أدور أصير حرامي لأن فلان حرام، يا با تشيلك دعوة هو صار حرام، ومن قال أنت ما راح تسوون بالعقاب؟ العقاب واحد، كونه أساء. وهذا دون نحكيها، احنا نضرب مثل، احنا إذا مرينا على محل، أي محل هنا، ونجد أنه صاحب المحل نعرفه رجل سيء، رجل سيء أخلاقه سيئة، يجوز لك تسرق محله وما يجوز لك تسرق محله؟ يصير يعني تخلي عذر بأنه أخلاقه سيئة فيجوز لي سرقته؟ لا، ما يجوز لك. هو يحاسب على سوء خلقه، وأنت إن سرقته تحاسب على سرقتك. ماكو ترابط، هالتلازم ما موجود، وأنا ما أريد أحكي تفصيل، مع الأسف هذا التلازم موجود في كثير من القضايا، إنه الإنسان على مود يتجاوز على فلان يجد لعذر إنه فلان يتجاوز على فلان آخر. ما شنو الربط؟ الناس تحترم لذواتهم على كل حال، ويصدر منهم الخطأ مثل ما يصدر منه. تلقوا ما تتحدث عن ناس معصومين، يصدر الخطأ.